تخرج دون إذني، ما أن أشيح بنظري عنك حتى تذهب إلى الجبل. أنت لا تعرف مدى خطورة الكلب الشرير، أنت لا تعرف، هل تفهم؟ لماذا لا أحد يفهم أمر بال؟ لماذا يا بوتشي؟ الأمر خارج عن إرادتنا. سيباستيان يعتقد أن الكلب لطيف، لكن يا جدي الجميع في القرية غاضبون لأن سيباستيان ساعد الشرير الأبيض. بالطبع لا أريد القيام بأي عمل يحزن سيباستيان. القرويون يقولون إنه إذا هاجمه الكلب ثانية فسيكون ذلك بسبب سيباستيان. لن يمسك ببال أبدا. سيكون كل شيء على ما يرام. سنحصل على الجائزة، لن ندعه يفلت هذه المرة. ماذا ستفعل بالمال؟ سأشتري من حانوت جورج كل ما أشتهي. وأنا أيضا. أصبح قريبا منا الآن. انتظر حتى يلتهمها. حسنا. هيا عضها. أخطأته. جواء أطلق النار، أطلق النار بسرعة. أخطأت. ماذا يجب أن نفعل؟ بسرعة. هل سيطاردنا؟ الشرير الأبيض هجم علي. النجدة، النجدة سيقطع رجلي. هذا أنا يا جوان. ارفع قدمك. هذا أنت؟ أين إذن الشرير الأبيض؟ توقفوا، لا تتقدموا. إذا هاجمكما مرة ثانية. انظر سيدي المفوض، حاول التهام رجلي. نعم رجلي يا سيدي. هذا معقول؟ هذا صحيح، هذا صحيح، كان فمه مفتوحا هكذا. على كل حال بالكاد نجونا منه. لا يمكننا التجول بوجود هذا الكلب. يجب أن نتخلص منه قبل أن يقضي علينا. لا يمكننا تحمل ذلك أكثر، يجب أن نفعل شيئا. حسنا سأتدبر الأمر. وأنت أيضا سجين معي. سيباستيان، أين سيباستيان يا سيزال؟ ما بكم جميعا تأتون إلى هنا؟ أحضر سيباستيان إلى هنا فورا دون أي اعتراض، هل فهمت؟ ماذا تريدون من سيباستيان؟ أريده أن يخبرنا عن مكان الكلب، هو الوحيد الذي يعرف ويمكنه مساعدتنا. كيف يمكن لسيباستيان أن يعرف بمكان الكلب؟ انظر إلى هذا، هذا من صنع الكلب الشرير. أحضر سيباستيان إلى هنا. لماذا تريدونه؟ هل فعل لكم شيئا؟ لا، أريد أن أطلب من سيباستيان عدم حماية الكلب فقط. ماذا تفعلون هنا؟ أنتم جميعا راشدون، سيباستيان مجرد ولد. إذا كان لديكم وقت لإضاعته فاذهبوا إلى الجبل وحاولوا إيجاد الكلب الشرير. على كل حال قولي لسيباستيان إنه سيندم إذا اعترض طريقنا ثانية. Thank you.
أجده. ألا تعتقد ذلك؟ بل قوي لن يتمكن منه، سيجدني ويأتي إلي. ألا تعتقد أنه سيأتي إلى هنا؟ أنا سعيد جدا. ما الأمر يا بال؟ بال انتظر، تمهل. بال بال بال، ماذا تعني؟ تستطيع الركوب على ظهرك؟ تمهل وإلا سأقع. هذا الكهف الكبير، هل ستشكر بيل أيضا؟ لا بأس، لا داعي للخوف من بيل. مساء الخير، مساء الخير جميعا. مساء الخير دكتور جيوم. ماذا جرى؟ أنت هادئة اليوم على غير عادة. لم يعد سيباستيان إلى المنزل بعد. أرجو ألا يكون قد ذهب إلى الجبل. قلت له بعدم الصعود إلى الجبل وتركته في غرفته. دكتور جيوم، دكتور جيوم، أرجوك تعال معي بسرعة. إلى أين؟ إلى الجبل طبعا، سنحاول العثور على سيباستيان. لكن الظلام بدأ يخيم خارجا. من الطبيعي أن يكون الليل مظلما. ها ماذا قل؟ لكن ماذا لو تهنا في الجبل؟ هل أستطيع أن أطرح سؤالا؟ هل ستدع أنسة ضعيفة مثلي تذهب بمفردها إلى الجبل وتتعرض للخطر؟ طبعا لا، لن أفعل ذلك أبدا أبدا. حسنا، حاول واثبت لي ذلك إذن. فهم، سأذهب معك بالرغم من الظلام حتى لو تهنا وتعرضنا للخطر، سأفعل. هيا لنسرع. انتظران، الأفضل أن تبقيا هنا، لقد تأخر الوقت. لكن ماذا لو هاجم الكلب الشرير سيباستيان يا جدي؟ لا تقلقي، بيل لا يهاجم الناس ولا يؤذيهم. ولكن وأيضا قلت لسيباستيان ألا يسير في الجبل أثناء الليل، أنا متأكد أنه ينتظر الفجر كما علمته. غدا سنذهب أنا وأنت للبحث عنه، سنجده بسرعة، الأفضل أن ننتظر الفجر، ألا تعتقدين ذلك يا أنجلينا؟ الأفضل أن لا أتحرك من هنا، لا أستطيع السير بقدمي هذه. أنت لا تمعن إذا بقيت هنا، أليس كذلك؟
شكرا لك بال. ها؟ آسف يا بال، لن أفعك بعد الآن. أريد أن أشفى بسرعة حتى أتمكن من السير معك. تجده يا بوتشي. اذهب وفتش هناك. ماذا حصل؟ ماذا؟ هل ذهب بال؟ إلى أين؟ لقد عدت. أين كنت؟ كنت قلقا عليك. ذهبت لتحضر هذا؟ شكرا. شكرا يا بال، شكرا. نأكل منه. إنه لذيذ. هل تريد منه أنت أيضا؟ خذ وكل. لا تقترب من الحافة كثيرا. أين سيباستيان؟ لا تقلقي، سنجد سيباستيان قريبا. لابد أنه في الكوخ. سيباستيان، ليس موجودا هنا. إلى أين ذهب؟ لا تقلقي، سنبحث عنه في أماكن أخرى. ما الأمر؟ هذا هو المكان نفسه. ماذا؟ هنا ولد سيباستيان. بدأ المكان يتداعى أيضا. منذ 7 سنوات كان جميلا جدا. أنجلينا، أنت ربيت سيباستيان حتى الآن، أعرف شعورك نحوه. لنذهب ونحاول إيجاده في مكان آخر، هيا بنا. قلت له أن لا يخرج. لقد تسلل إلى الخارج، أنا أعرف ذلك. عندما أجده لن أكتفي بالصفع. سأريك يا سيباستيان. ماذا يفعلون؟ انتظروا أرجوكم. هل يجب أن تمشط الجبل؟ بالطبع، لا يمكننا ترك الكلب الأبيض هكذا يا دكتور. لكن سيباستيان في الجبل، ماذا لو أصابه مكروه أثناء المطاردة؟ لا تتمادى بعواطفك تجاه سيباستيان رغم أنك تحب أنجلينا. هل فهمت يا صديقي؟
أنا لا. لا يمكننا تحمل ذلك بعد الآن. إلى اللقاء. جو، هل أنت ذاهب أيضا؟ نعم، إنها الأوامر. لا تقلق على سيباستيان يا دكتور غيوم، سنقتل الكلب الشرير فقط. لكن إذا قتلت الكلب سيحزن سيباستيان كثيرا. لا مفر من القيام بذلك، هذا لصالح القرويين. سأبدأ بالسير لوحدي. انظر، يمكنني السير لوحدي، إنني مدين لك بهذا. أنا بخير، لقد شفيت تماما. لماذا لا تأتي معنا يا بال؟ جدي سيتفهم الوضع وسيحبك. بال، ما الأمر؟ لن أذهب إلى المنزل بمفردي، لن أذهب إلى المنزل، سأبقى هنا. ماذا لو وجدك القرويون؟ هل تمانع يا بال بأن أبقى معك؟ تعال نقطف التوت البري، موافق؟ أنا شائع الآن. يقول إنه يجب أن أذهب إلى المنزل. أنا جائع. هيا لنذهب ونقطف التوت البري. هيا هيا. أنا بخير، تعثرت بقدمي. شكرا يا بال، شكرا. حسنا، لنفترق الآن، سنذهب من هذه الناحية. أنتم أفراد دورية الجبل، اذهبوا من هذه الناحية. ما أن تجدوا الكلب الشرير اقتلوه. هيا بنا. أنت بتركض بسرعة يا بال، هذا رائع. هناك التوت البري. ماذا حصل؟ هناك الكثير من تبدو لذيذة يا بوتشي، خذ. بال، أوه إنها كمية كبيرة. هذا يكفي. ما هذا؟ ما هذا؟ بال، بال، بال! على ماذا تصوبان؟ اذهبا من هذه الناحية. ذهب من هنا، حاول أن تسبقه. لن أدعه يفلت أبدا. الضجة قادمة من الغابة، ها هو.
من أين اتجه يا ترى؟ لقد بدأوا المطاردة. أمر رهيب أن يكون سيباستيان مع الكلب. إن الذين يعرفون هذا النوع من الكلاب يخطئون بإطلاق النار عليه. سيباستيان بل بل أسرع بل، أين أنت يا بل؟ بل بل لا تطلق النار. الكلب الشرير أين ذهب؟ من هنا. لا تطلقوا النار، لا تطلقوا النار، لا تطلقوا. ها هو سيباستيان، سيباستيان، سيباستيان. أنت بأمان؟ كنت قلقة جدا، لا تصعد إلى الجبل مرة أخرى، عدني بذلك سيباستيان. ماذا جرى؟ بل سيقتلون بل، دعوني أذهب، دعيني. لا، إذا ذهبت ستقع في المتاعب. لكن يجب أن أساعد بل، أتركيني، أتركيني. كلا كلا أبدا، بل ستبقى معنا. دعيني وبل. سيباستيان، أنجلينا على حق. لا أريدهم أن يقتلوا بل. ابقى هنا، ابقى. لكنهم سيقتلونه، سيقتلونه. دعني أذهب، دعني، دعني. وهرب الكلب الأبيض الذي اعتبره سكان القرية خطأ كلبا شريرا، وبقيت دورية الجبل تلاحقه مستعملة الكلاب المدربة وأسلحتها.